سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم، بزاف ديال الاخوات طلبوا مني باش نعمل لكم هالطريقه هذه، وانا كيف ما كتعرفوني رهنا الاشاره ديالكم، نتوكل على الله ونبداو في هذه الرشمه هذه. هذه هي الجهه الثانيه، كيف ما كتشوفوا الرشمه عباره عن نصف دوائر، هما هادو اللي خدمت فيهم انا جوهر مهرس والموزون. والرشمة هانتوما كتشوفوها، انا نوريها لكم. ها هي خدمت فيها البرونز اللي ماشي القهوي، ماشي ديك اللي محمر اللي ماشي القهوي، هذا هو الموزون اللي خدمت به. خدمت بالصغيور اللي فيها هاد الشعلة هادي، الماركة البرانس، هادي هي الماركة برانس، فيها هاد التاج هذا. وغنخدم بالخيط، مادام انا عندي الجوهر المهرس ماشي القهوي، غنخدم بالخيط قهوي. وغنعمل هذه الدائره هذه اللي نتوما كتشوفوا. نجبد الموزون قدامي باش نبدا الخدمه. الموزون صغير، خصنا نعملوا الخيط فقط على جوج. انا عمل موزونه، نكبر التصويره باش تبان لكم مزيانه. خصني الشعله تجي فوق، ها هي. وعنهز واحد الشعره شويه فوق الموزون، بالضبط فوق الموزون، ما نزيدش حتى واحد شويه. ها انتوما كتشوفوا، غنطلع واحد شويه. عايزين نعمل اخرى ونطلع واحد شويه فوق ديك قلم الرصاص او الرشمه اللي خدامه بها انا. وهكذا كنمشي مع الدوره بنفس الطريقه، كنطلع واحد شويه ديال الثوب ولكن بالضبط فوق الرشمه. هكذا انا خدامه هاد الفراشه هادي. الثوب ديالها رقيق كيف ما شفتوا، عاملاها على المرمه، ما عامله لا فيزين لا حتى شي حاجه، والخدمه جاتني معوطه. فقط كنعمل الطريقه اللي كنقول لكم عليها انا. هاد الرشمه هادي ديال التنبات ديال الموزون، يمكن تعملها في جلابه، يمكن تعملها في قفطان، يمكن تعملها في فراشه، كيف ما هو في الفيديو، كيبقى على حساب الاختيار ديالك والذوق ديالك. كي لا يسقسيني شحال الثمن ديال هاد الباكيه هادي، كي اللي كيبيعها 15 درهم وكي اللي كيبيعها 20 درهم. كيف ما شفتوا الطريقه ديالها سهله، طبقوها ان شاء الله هتنجح لكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا هاد التنبات هذا فما فيها باس، يعني تجربوها في شي ثوب، الا جاتكم مزيانه فطبقوها في الحاجات اللي بغيتو نتوما. وكيف ما قلت لكم، فقط الخيط على جوج، ما نعملوش الخيط على اربعه لان عيجينا غليظ وعيبقى يبان لنا بزاف. بغيت نقول لكم هاد الموزون هذا فيها الوجه وفيها الطهر. دابا انا ملي كنجي ندخل الابره فكندخلو من جهه لي ملسة باش كتجيني الخدمة على بريو. اما الا كانوا فيها جوج وجوها فحال بعطيتهم فكتخدم عادي. كنتمنى تفهموا الطريقة ديالي، شوية مريطة، كنحاول بما امكن يعني نفصل لكم باش تفهموا مزيان. وبهذه الطريقه هذه غنمشيو على طول الرشمه.
هكذا إلا رديت البال راه أنا كنهز غير شي جوج شعرات، راه ما كنهزش بزاف من التو. الخدمة ديالها كيف ما قلت لكم سهلة وبسيطة، جربوها وإن شاء الله هتنجح لكم من أول مرة. ها أنا شوية عن سالي، ما باقي ليش بزاف كيف ما قلت لكم. باقي لي هي شوية، كاين اللي كيسقسيوني واش ضروري خصني نزير المرمى، كيف ما رديت البال راه انا خدامة هاد الفراشة هادي، خدامها عادية وعاملة لسفيفة شنو ما فيهاش العقد، باش كتجيني شوية سهلة. كيف ما قلت لكم الخدمة هي اللي خصها تجي مزيرة، ماشي مشكل ديال المرمى. المرمى كنخدمو بيها عادي، لان الا سنسنا باش نزيرو المرمى دائما، فبعض المرات كنخدمو بالتاو كيكون رهيف او التاو كيكون فحال المبرة، كيكون التاو ديالو الكاليتي ديالو ماشي مزيانة. فإلا زيرنا المرمى او الكركف يمكن يبقى واحد التراساج او الخيال ديال المرمى في الثوب، وهذا غيسببنا صراحة غنضطروا نعملو شي رشمة اللي ماشي هي هذيك اللي خصنا حنايا. نوريكم. ودابا غنختار الجوهة المعرس، هانتوما كتشوفوا هاد الجهة هادي مسالية سليتها باش تشوفوها كيفاش الطريقة ديالها. الطريقة ديالها كيف ما شفتو سهلة، خدمت بالموزون والمهرس، ودابا ان شاء الله هنخدم بالمهرس باش تشوفوا الطريقة عاوتاني ديال المهرس كيفاش عاملة، لان حاولت بما امكن هاد الفيديو هذا نجمع لكم جميع الطرق اللي عملت، لان كيف ما كنقسم من الفيديوهات كاين الاخوات كيجبروا الفيديو الاولاني وما كيجبروش الفيديو الثاني، او العكس كيجبروا الفيديو الثاني ما كيجبروش الاولاني. فقررت في هذا الفيديو هذا نعمل لكم هاد جوج طرق باش تستافدوا منهم، تبغيو تعملوا رشمه مختصه بكم. كيف ما قلت لكم بامكانكم يعني تعملوا الرشمه لراسكم، تعملوا غير الدوائر وتخدموها بهذه الطريقه هذه. وفي هاد الاخر ديال الدوائر بغيتو تعملوا حجرات، بغيتو تعملوا سيبورات، بغيتو تعملوا اي حاجه، كيبقى بطبيعه الحال على حسب الاختيار ديالكم. ودابا نرجعوا للدرس. الجهه المهرس راه الخيط على أربعة ونفس الخيط ديال التو، كيف ما رديتو البال راه الجهه المهرس البرونز ماشي القهوي، فخدمت بالخيط القهوي باش يمشي لي على حسب الجوهر، باش ما يبقاوش الفراغات يبان لي انا لون مغاير. مشى بأربعة ديال الجوهر المهرس، وكنمشي انا في المنتصف في المنتصف، وكنخرج على الرشمه واحد شويه ماشي بزاف باش تجيني الخدمه مدقوقه ومزيانه. كيف ما قلت لكم في الاول ونعاود نقولها لكم، كيبقى الاختيار ديالكم فين يمكن تعملوا هاد الرشمه هادي، في شلابه، في قطن، في عبايه، في كاب، كيبقى الاختيار ديالكم. ما عليا انا هنوريكم الطريقه الصحيحه اللي تخدموا بيها. والخيط ضروري خصو يكون على أربعة باش واخا نلبسوه وباش واخا نصبنه راه كيبقى الجوهر كيف ما هو. الا عملنا الخيط على جوج راه دغيا كيتسرخى هكذا بهذه الطريقه هذه. والرشمه ديالنا هي اللي كتحكمنا دائما، كنمشيو متبعين ديك الرشمه، كنخرج على الرشمه واحد شويه. علاش كنخرجوا واحد شويه؟ غير باش كيتغطى لي ديك التراساج. هانتوما الا شفتوا راه الخدمه اللي خدمت فيها راه ما باينش ديك التراساج اللي مرسوم. في النهايه ديال الفيديو غتشوفوا الشكل النهائي ديال الفراشه، ان شاء الله تعجبكم وتطبقوها وتعملوا واحد الحاجه بالذوق ديالي. كاينه هاد العريشات هادو، كاين اللي كيخدموهم
ثلاثة ديال جوهر مع الراس، كاين اللي كيخدمهم باربعة وكاين اللي كيخدمهم حتى بخمسة. شنو هو الفرق بيناتهم؟ كل ما كان العدد صغير كتجي الخدمة غليطة، يعني الجوج كتجي غليطة، ثلاثة كتجي غليطة عليها شوية، أربعة كترقق شوية، خمسة كتجي رقيقة. يعني كل ما كان العدد صغير كل ما كتجي غليطة الخدمة. فكيبقى على حسب الذوق ديالكم، كاين اللي كتعجبو الحاجة غليطة وكاين اللي كتعجبو الخدمة رقيقة. المهم انا ما عليا الا نوريكم الطريقه الصحيحه ديال الخدمه، اما نتوما يعني الرقاقه والغلط والالوان والذوق كيبقى طبعا في الاختيار ديالكم. هذه من الكوليكسيون ديال العبايات او فراشات ديال 2020، بغيت نشاركهم معاكم. عملت هاد التشكيله ديال العباءات، عملت انا واحد السيده والحمد لله يا ربي ربي ما حشمنيش وعجبوها، وكنتمنى ان شاء الله حتى نتوما يعجبوكم. خدمت واحد شويه ورجعت ليكم كيف العاده، وانا كمل هاد الدوره هادي اللي بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي اسلمى حنايا كتحرفنا في هاد الدوره هادي، فبغيت نشاركها معكم وان شاء الله تجيكم سهله. كيف ما رديتوا البال راه كنكمل انا على حسب الدوره ديالي، وكنخرج واحد شويه ماشي بزاف باش الخدمه ديالي كتكون متقونه. وكيف ما قلت لكم في الاول، ملي تساليو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. في النهاية ديال الدوائر عملوا حجيرات، عملوا سيبورات، عملوا اي حاجة بغيتو باش كتزيدوا في الجمالية ديال الحاجة. وكيف ما كنعرفوا على حسب الاحجار وعلى حسب بروشات يعني كتختلف من ماركة لماركة، وكيبقى على حسب الجودة ديال الحاجة. كينا حجرة عتشريها بجوج دراهم وكينا حجرة عتشريها بعشرين درهم، كيبقى على حسب الجودة ديال الحاجة. انا شوية ونسالي باش نوريكم الشكل النهائي ديال الفراشة، وان شاء الله كنتمنى تعجبكم كيف ما عجبتها السيدة اللي عملت لها. الى عجبتكم هالطريقة هادي وعجبتكم حتى الفكرة ديالي، ان شاء الله نشارك معكم جميع الطرق اللي خدمت، لان بطبيعة الحال كيهمني الرأي ديالكم كيف ما كيهمني الذوق ديالكم. ودابا نشوفو الشكل النهائي، هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. فعملت فيها لون واحد لان السيدة باغاها في لون واحد. انتوما كيف ما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تعملوا جوج الوان، بغيتو تعملوا ثلاثه ديال الالوان. الى رديتوا البال فانا زدت حجيرات هنايا ماشي بزاف لانها هي كلاس وبغيت نخليها هكذا سامبل. عملت لها نفس اللون اللي فيها، فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله الى عجبتكم نوريكم كيفاش ابتكرت هذه الرشمه هذه او كيفاش اخترعت هذه الرشمه هذه. ان شاء الله نعمل لكم في الفيديو اللي ماجي، كتبوها لي في التعليقات وانا بطبيعه الحال رهن الاشاره ديالكم. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا وجاكم فيديو سهل. وكيف ما قلت لكم طريقه سهله من بالنسبه للناس اللي ما عمرو ما نبتوا، فهي طريقه سهله ينبتوا شي حاجه لاول مره بيدهم. راه الحاجه باش تنبت سهل، ولكن الاتقان هو اللي كيجي شويه صعيب. وكيف ما قلت لكم الكوليكسيون عندي كبيره وان شاء الله نشاركها معكم، قولوها لي في التعليقات فانا كيهمني الراي ديالكم. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا، وما نكونش طولت عليكم، كنبغيكم بزاف مع فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا.